يلا بينا يابا، القعدة دي ملهاش لازمة. لا ليها ليها يا ستي. أيوة الله، أنا قلبي حاسس إن جوهر لسه في المنطقة دي. طب يلا نروح وتعالى بكرة. لا معلش يا طنط، مش هروح. عاوز تروح روح أنت يا أخويا، اللي عاوز يمشي فيك ويغور في 60 داهية أنا شخصيا مش منقول من هنا، مش هتزحزح من هنا إلا وجوهر في إيدي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا تايه. باين عليه. أدور بابا عاشور، ما شفتوه؟ هو عاشور يبقى أبوك؟ إي نعم. وعاشور اللي تاه منك ولا أنت اللي تهت من عاشور؟ أنا اللي تهت منه، افتر مخي وتهت منه. إلحق أبوه، أبوه يبقى عاشور. أبوه عاشور إزاي يا جدع؟ أيوة والله أبوه عاشور هو اللي بيقوله أهو. يمشي. إيه يا أخ كبو، أنا أبوي عاشور ومستكة. عاشور ومستكة وحبهان وكل البوارات كلها عندنا يا معود. ابي اشوفه. عايز تشوفه؟ ايه عيني ليك. تعالى حبيبي، تعالى اوريك ابوه. تعالى اهلا وسهلا. ايه يا عم؟ اه يا حبيبي، هتشوف بابا عاشور دلوقتي. يا بعد الله. ده ابره ابره. في حد يا كابو في حياتك السادة دي؟ انت هو يا عم. اطلع، عايزين مصلحة لعاشور. يلا عاشور. حرام عليكم، ده النهارده مشي 100 كيلو ويا دوبك انا وهو لسه متعشين دلوقتي واخده في حضني وجايبين. يا بعد عمري يا بابا عاشور، ماشي 100 كيلو ممشين الريال 100 كيلو، هذا ما في حيل، هذا يمشي من غرفته للمطبخ ينهد حيله، ممشينا 100 كيلو اكيد قاعد يدور علي. يا بعد عمري يا بابا عاشور. عاشور ده اصيل. بابا عاشور هو يا حبيبي. بابا عاشور حبيبي بعد عمري، حبيب قلبي يا بعد عمري. ها سويتوا فيه؟ كان الزينه وش حالاته؟ صار وجهه هالطوله؟ حرام عليكم، كانش حلوه كنا البخت. سويت بالريال طلع له قذله وشعر، ما كان كذي، كانش حلوه. حرام عليك، انت سويت بيه، سويت بيه، انت ساحر. سحرته. انا ساحر؟ انا ساحر؟ سحرته. يا بطه يا البطه. ايه هذا يا قنبو؟ ده هذا قنبو، ده مجنون ولا ايه؟ رايح منه. حرام عليكم، حرام عليكم. يلا امشي اخذك كذي، شو اسوي بعد؟ تاخده فين؟ انت رايح فين يا روح الموز؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ انا ما دشيت، انا دشيت داخلك يا بوي. يعني ايه دشيت دي؟ يعني خشيت جواك؟ لا ما خشيتش. ما دشيت الحمام. حمام؟ انا حمام يا اب؟ انا هدخلك الحمام. لحظة شوية. والله انا بخش. حبيبي يا سليمان وينك ضايع؟ مش دي اكل معاك صحن كوارع، خلونا ندور عليه في الشوارع.